السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في أخبار السادسة، ونبدأ بأبرز العناوين. معالي وزير المالية يؤكد أن حكم القانون هو الفيصل أمام المؤسسات التي تحاول التهرب من دفع الضريبة. رئيس ديوان الخدمة المدنية يؤكد أن برنامج التقاعد الاختياري يضمن للموظف جميع حقوقه التقاعدية. مركز دراسات يقوم باستطلاع آراء المواطنين حول الانتخابات النيابية والبلدية 2018. السادسة. قال وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد الخليفة إن المؤسسات التي تحاول التهرب من دفع الضريبة سيتم معاقبتها بالقانون. وأشار الوزير خلال جلسة مجلس الشورى في دور الانعقاد غير الاعتيادي إن الوزارة ستعمل على القيام بحملة واسعة للتعريف بالقانون والنظام الضريبي، وذلك وفقا لما تم عند التعامل مع السلع الانتقائية لتكون هناك فترة تواصل بين المعنيين بنطاق تطبيق الضريبة والجهاز الضريبي. وأكد وزير المالية فرض عقوبات على التهرب من الضرائب، في حين أن النظام الإلكتروني الذي استحدث للتعامل مع تلك الحالات سيقوم بالكشف عنها للتعامل معها وفقا للقانون. وقد أعربت غرفة تجارة وصناعة البحرين عن التزامها الكامل بتطبيق ضريبة القيمة المضافة التي تم اعتمادها من قبل السلطة التشريعية في إطار الاتفاقية الموحدة الخاصة بتطبيق الضريبة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقالت الغرفة أن تطبيق الضريبة يأتي ترجمة حقيقية لتزايد الحاجة الملحة لتحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل وتخفيف الأعباء المالية في ظل استمرار تراجع أسعار النفط وضرورة إصلاح النظام الضريبي في دول المجلس وتنويع مصادر الدخل بعيدا عن القطاع النفطي. وبينت الغرفة أن ضريبة القيمة المضافة تغطي جميع السلع والخدمات مع بعض الاستثناءات الخاصة بالسلع الأساسية وقطاع التعليم والرعاية الصحية والنقل العام والإسكان. قال رئيس ديوان الخدمة المدنية الأستاذ أحمد الزايد أن برنامج التقاعد الاختياري لموظفي القطاع العام يحقق العديد من الميزات التي سيحصل عليها الموظف في حال تقدم بطلب التقاعد الاختياري. وأشار زايد في مقابلة مع برنامج حديث اليوم الذي سيعرض الليلة أن الموظف سينال جميع حقوقه التقاعدية مثل مكافأة نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي ومكافأة الخدمة الحكومية. حسب المادة 15 من قانون التقاعد الذي يخرج من التقاعد بإلغاء الوظيفة يحصل بقوة القانون يحصل على 5 سنوات مضافة، هي يسمونها 5 سنوات اعتبارية مضافة إلى خدمته الفعلية. هذه أول شيء. الأمر الثاني، يمنح مبلغ نقدي مقابل قيمة 5 سنوات. أنا قلت في الأول لماذا إلغاء الوظيفة؟ لأنه هو هي النقطة الوحيدة وهي يعني المدخل الوحيد ليتسنى للموظف أن يحصل معاش تقاعدي إذا كانت له 10 سنوات فعلية حسب مادة 15 من قانون التقاعد. الأمر الثاني، نعم. لماذا مبلغ نقدي ليش غير 5 سنوات التي دخلت في خدمته الفعلية يمنح كذلك الموظف الذي تم اختياره في هذه مبلغ نقدي قيمته 5 سنوات افتراضية؟ ليش قر مبلغ نقدي وما شرينا له سنوات؟ لأنه يمكن الموظف كي يكون شاري من قبل 5 سنوات، فما يصير إنه يكون من باب العدالة والشفافية أن يكون الجميع يستفيد من نفس البرنامج. بحث وزير شؤون الكهرباء والماء الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا مع وفد من صندوق العمل تمكين يتقدمهم الرئيس التنفيذي الدكتور إبراهيم جناحي، بحث مجالات التعاون المشترك في مشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة عن طريق وضع خطط ومقترحات لتمويل تلك المشاريع. وأكد الوزير ميرزا أن وحدة الطاقة المستدامة التابعة للوزارة تسعى للتعاون مع الجهات الرسمية لتحقيق الأهداف الوطنية المنشودة في الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة،
مشيدا بجهود تمكين في دعم التنمية الاقتصادية لسوق العمل بالبحرين وعلى تعاونهم المستمر ودعمهم اللامحدود لمشاريع الطاقة المستدامة. السادسة مستمرة وتتابعونا فيها بعد قليل. وزارة الصحة تطلق حملة اطمئنان للتوعية بسرطان الثدي. عقد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبد الله خلف ووزير المواصلات والاتصالات المهندس كمال بن أحمد محمد اجتماعا تنسيقيا مشتركا للبحث في جوانب ومرئيات حجز مسار مترو البحرين. وناقش الوزيران مخرجات الاجتماعات التنسيقية مع معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنى التحتية والتي ركزت على متطلبات مسار المترو ومناقشة أذونات التخطيط بالإضافة إلى التركيز على تضمين مسار المترو أثناء إعداد التصاميم التفصيلية لمشاريع الطرق. وتم التأكيد خلال الاجتماع على الالتزام بتوجيهات اللجنة الوزارية للإعمار والبنى التحتية واستمرار التنسيق بين الوزارتين وأن يتم أخذ مسار مترو البحرين بعين الاعتبار في جميع مشاريع الطرق الحالية والمستقبلية كون هذا المشروع أحد أهم المشاريع الاستراتيجية للبحرين والتي ستعمل على توفير وسائل نقل متطورة وفعالة. يعتزم مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات إجراء استطلاع رأي للمواطنين حول الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة. وأوضح سعادة الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد الخليفة رئيس مجلس أمناء المركز أن عينة البحث العشوائية تبلغ 4000 مواطن بحريني موزعة على جميع محافظات المملكة وتشتمل على الفئات العمرية من 20 سنة وأكثر. وللمزيد حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الأستاذة جلال بوبشيت مدير إدارة استطلاعات الرأي بمركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات. أهلا بك أستاذة جلال. يا هلا مساء الخير. بداية، ما هي آلية اختيار عينة البحث العشوائي وكيف سيتم تواصل الباحثين مع المواطنين؟ بداية، تم اعتماد عينة الاستطلاع بناء على العينة الطبقية العشوائية حيث تم تحديد إعداد المواطنين بعمر طبعاً 20 سنة وأكثر اللي هم لهم القدرة على التصويت أو إدلاء الصوت وتوزيعهم في كل محافظة من محافظات مملكة البحرين. وثم احتساب نسبة توزيع الناخبين حسب المجموع الكلي للكتل الانتخابية المتوقعة وتحديد عدد المبحوثين في كل محافظة. ومن ناحية جمع البيانات، سيقوم فريق جمع البيانات بإجراء مقابلات وجها لوجه في أماكن التجمعات المختلفة في مملكة البحرين. نعم، ما أهمية الحصول على معلومات إحصائية في القضايا الوطنية مثل توجهات الرأي العام المحلي حول الانتخابات؟ لا شك أن الدراسات المسيحية واستطلاعات الرأي تعتبر من أفضل الروافد التي يستعين بها أصحاب القرار لصياغة الاستراتيجيات بناء الخطط المستقبلية، فضلا عن تزويدها بالإحصائيات والمعلومات الدقيقة ذات المصداقية طبعا اللي تعكس بكل شفافية آراء المواطنين حول القضايا الوطنية. من هذا المنطلق يتطلع مركز دراسات للقيام بهذا الدور الهام والتعاطي في القضايا ذات الصلة المباشرة بالشأن الوطني. نعم، الأستاذة إجلال بوبشيت مدير إدارة استطلاعات الرأي بمركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات، شكرا لك. تطلق وزارة الصحة حملة اطمئنان للتوعية بسرطان الثدي خلال شهر أكتوبر الجاري ولمدة 3 شهور، وتعتبر هذه الحملة واحدة من مبادرات مشروع نهتم للوقاية من أنواع السرطان المختلفة، وهو أحد مشاريع إدارة تعزيز الصحة التي تهدف لتحقيق الهدف الاستراتيجي الأول لوزارة الصحة، وهو الحفاظ على صحة السكان من خلال تعزيز الصحة والوقاية من الأمراض المزمنة غير السارية.
وتستهدف هذه الحملة الفتيات والنساء من عمر 18 سنة في جميع أنحاء البحرين، وتتضمن العديد من الفعاليات التي ستقام بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة والأهلية. فيما يلي عرض لحالة الطقس ودرجات الحرارة في محافظات المملكة. وتتابعونا في السادسة غدا. وزارة المواصلات والاتصالات تعتمد آلية جديدة لرفع كفاءة الإجراءات والتسويات المالية، هي الأولى من نوعها في القطاع الحكومي. ختام نشرة السادسة، شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.